مساء الخير خياتي خواتاتي، اليوم ندير لكم حلوه مليحه، حلوه المايزينا، وتجي خفيفه ومليحه. واش فيها؟ كميه فيها 250 غرام زبده غامولي، نصها ذايبه نص هكذا كما راكم تشوفوا خواتاتي. نزيدوا لها مغرفه مليحه تاع لافاني و كوب هكذا تاع سكر غلاس اللي هو سكر ناعم. ونخلطوها خواتاتي مليح هكذا، شوفوا هكذا مليح، السكر الناعم مع الزبده ذايبه ولافاني تاع الميزان خواتاتي هي المليحه، تعطينا رائحه جميله. مليح نواسيوه مليح هكذا، من بعد نزيدو له فنجال تاع الزيت هاك خواتاتي، ونخلطو كاع المقادير مليح هكذا هكذا حتى تتجانس مع بعضها البعض. ومن بعد نزيدو لها جوج حبات بيض هكذا هكذا، ولي تحب عندها بيتخان ولا باتور هي حاجه سهله، ما تطلبش لازم بالبيتخان والباتور، بصح اللي تحب دير هكذاك دير تبع راسها. نخلطو كامل مليح هكذا، ومن بعد نزيدو كميه مليحه تاع المايزينا، هي تطلب بزاف المايزينا حق نعبرو هكا. هذو عندنا حق زوج كيسان مايزينا، ومعاها وحده نواره لي فيغ شيميك. نخلطو قبل هذه، ومن بعد نزيدو النواره، نقعدو نخلطو خواتاتي مليح. شوف خواتاتي هاهم كورناهم، هذه الشكل الاول تاع الواسمه، ودرناهم صغار، راهي درنا لهم الخميره وزدنا لهم واحد الكيس كاس وزياده تاع الفرينه. راني ندير لكم لا غوسيت في صندوق الوصف. دوكا هذا التشكيله الاولى. الشكل الثاني على شكل ورده، ناخذ اللمبوط هكذا اللي عنده قمع هكذا، نشكلوهم هكذا. هاك اخواتاتي، ونديرلهم ثقب صغير في الوسط هكذا، نهبطوهم هكذا باه نشكلوهم. نحبو معجون، نحبو شيكولا. شوفوا اخواتاتي، نكملو على هذه الطريقه. شوفوا هكذا هكذا نشكلوهم، ومن بعد نحطوهم في الفوغ تاعنا يطيبو، نوري لكم في التزيين تاعهم كي يخرجوا من الفوغ. شوفوا خواتاتي، عندنا زوج انواع، وهذا الشكل الثاني نوريه لكم. نوعوا في الحلوى هذه تاع المايزينا، ناخذوا اشكال، ناخذوا حلوش هكا صغير ونقسموهم دوائر صغيره، ناخذوا اربعه من هكا. شوفوا هكذا خواتاتي، نحطو أربعة هكذا برك، وهي كي طيبة هي تلصق وحدها هكذا. درناهم نص فاني ونشوكولا، نديروه أربعة هكذا ونحطو حبة في الوسط هكذا خواتاتي. شوفوا هكذا هكذا خواتاتي، شوفوا نحطوه هكذا، نحطوهم غير قدام بعضهم بعض هكذا، نحطو الشكل تاع الشيكولا في الوسط هكذا، نشبحوها هكذا تخرج على شكل أزهار هكذا هكذا خواتاتي. نكملو بهذه الطريقة، نحطوهم على حسب كيما تحبوهم صغار وكبار، نحطوهم في الفوغ يطيبولنا، وبعدين نوريلكم الأشكال الثلاثة كيفاه زيناهم وكيف نديروهم. شوفوا خواتاتي، أنا درنا تشكيلة بعجينة واحدة 250 غرام تاع زبدة، عجينة واحدة درنا ثلاث أشكال. شوفوا خواتاتي، ويجي هش ويجي خفيف، ثلاث أشكال، وإن شاء الله يعجبكم وتجربوا الوصفة، وإن شاء الله تفعلوا الجرس وديروا اللايك، وبقاو خير، بقاو على خير،
وان شاء الله راني ندير لكم هذه الوصفه في صندوق الوصف، نعطيكم كاع المقادير بالضبط. وبالسلامه عليكم.